بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحاب بكم وأدعوكم لمتابعة حلقة أخرى من برنامج يسأل هناك ضمن محور فقه العبادات. وباسمكم أرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه سيدي العوني بن محمد الزاوية، عضو المجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرة مالا. أستاذ الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا لكم، بارك الله فيكم. أستاذي، نفتتح هذه الحلقة بسؤال مليكة وزوجها، يعني الزوجة وزوجها يسألان. السؤال ديالهم كيقول: هل يجوز أن نقرأ القرآن الكريم ونردد الأذكار والاستغفار ونحن على جنابة؟ لأن عادتنا أن نؤخر الاغتسال إلى الصباح. شكرا لهذا السائل على هذا السؤال. سائل وسائلة، يعني زوج وزوجة. أي سائل وسائلة على هذا السؤال القيم المتعلق بقراءة القرآن بالنسبة لهما وترديد الأذكار. هنا يجوز لهم قراءة آية التعوذ للتحصن، وكذلك الأذكار اللي فيها التعوذ، وعندما يغتسلان فليقرأها وليذكرها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذن القرآن الكريم لا يقرأ في حالة الجنابة؟ لا، إلا الآيات اللي كاين وصل لي عنده ورد. أيه؟ عنده ورد ديالو. أيه؟ لما كيبغي ينعس عنده واحد الورد. أيه؟ هذاك الورد فيه بعض الآيات القرآنية وبعض الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن له يقرأها. أيه؟ ولكن باش يقرأ القرآن هكذا ليشد؟ لا، لا يجوز له حتى يغتسل. لا. بارك الله فيكم أستاذين. انتقلوا للسؤال الآخر، سؤال صوتي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك الحسن من طنطن. الله يجزك بخير. بغيت نسول، احنا عندنا تقريبا شي 3 جوامع ما مستقبلينش القبلة بزاف، وملي كتقام الصلاة الإمام ديما كيميل بوحده من غير المأمومين، الإمام كيميل تقريبا لجهة القبلة، حتى كيبان الجهة ديال الوجه ديال واحد الوجه ديالو، حتى كتبان ديك، حتى كتبان هكا مع ديك كثرة الميولة كيبان النصف ديال الوجه. الإمام بوحده هو اللي كيستقبل، إلا تقام الصلاة كيستقبل الإمام بوحده، لما باقي المأمومين كيصليو لديك الجهة الأخرى والإمام راه مستقبل. اشنو كيقول الشرح في هذه المساله ديال الله يجزيكم بخير، الله المستعان. مرحبا. مرحبا سيدي، تسمع الجواب. السائل كيسول علينا، قال لك شي 3 جوامع عندهم القبله ما استقبال المساجد غير مستقبله القبله بما يكفي، فهذا الجامع اللي كيصلي فيه السائل كيقول علينا الامام كينحرفوا باش يستقبل القبله والمامومين تيبقاو في نفس الاتجاه، حكم الشرع في هذه النزيله هذه، في هذه الحاله هذه؟ ما دام سيدي الناس اجتهدوا وداروا المحراب، هذاك المحراب راه لان عندنا البعد من الكعبة المشرفة عظمها الله وزادها تعظيما وتكريما، بعد نكونوا في عين المكان عندنا شطر المسجد الحرام، لأن العين موجودة هنا، عندنا حسب السمت فقط كان نتوجه حتى يغلب على ظننا احنا متوجهين لعين الكعبة، لأن الرؤية بعيدة بزاف. فالصلاة صحيحة، والإمام خاصو إمتى يكون ولو يتيقن من واحد الانحراف جزئي ما يعملش به، حفاظا على كلمة الجماعة باش ما يجعلهمش في حرج، هو ينحرف هما لا، يعني كتنوض الفتنة بصراحة. ما هو راهو خاصو ولو يرى الانحراف بسيط خاصو يبقى هو في مكانه، لأن الجسم جمال الجسم كامل فين؟ في الراس سيدي. جمال الجماعة كامل فين؟ في الإمام، هو جمال الجماعة خاصو يكون أرزين وتقيل، ولو تكون عنده أدلة ولكن خاصو يحافظ على التوازن، على جمع كلمة المسلمين واتفاقهم وائتلافهم، ما يعملش هو بخلافهم. هو الأول
لكن الله يغفر الذنوب هذوك الناس، لأن هذا الخلاف اللي هو شافوا هذوك الناس ما شافوش ما عرفش، وبدأ هو صلاة هي صحيحة نعم في كل محراب هكا، لأنه ما تعملش غير هكاك جو وضعوه، لا راه اجتهدوا حتى وضعوه نعم، راه لا يمكن تغييره أي هناك. ولينا كنسمعوا الساس واحد تيقول لك بعض المساجد خصنا نطيحوها، علاش؟ حيت القبله محرفه واحد شي شويه، اللي يقول لك اودي القبله مثلا هنا هذا الاتجاه هذا خصنا نصليو بحال هكا واحد النسبه قليله، خصنا كيبقاو يقترحوا هما يقول لك نطيحوا هذا الجامع هذا ونعاودوا نسقموه نيشان مع القبله مزيان. وهذوك الناس اللي صلوا قبل صافي شافوا هذه الفكره، وكيف غادي نقولوا اللي صلوا وماتوا؟ نعم، واللي صلوا وغابوا والنهار اللي جاوا لقاو، علاش المسلم دوك الناس اللي نهار تحرفت القبله بامر رباني ومع هذا خافوا على صالتهم مع وجود الرخصه الربانيه والتحويل ديال القبله رباني، نعم، وقالوا كيفاش صلينا عام وشي لهذه القبله شات صلاتنا هكاك؟ يعني يطرحوا السؤال. الله يرحم والديك يا سيدي. هادو في الحضرة النبوية التي ياتيها الوحي. الله وقال لي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذا قال لهم هما وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم صحيحة ومقبولة عندي، هادو جاتهم الضمان حتى بالقبول. احنا زمان الوحي بقى التشريع اللي وقفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملي صحت الاتجاه ديال هاد القبلة وصح الاتجاه ديال هاد القبلة ما بينهما صار قبلة، ولذا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني هاد التضييق شويه استاذ غير كنبالغوا فيه شي مره كان لا ما يمكنش الانسان يلقى واحد الانحراف ويقول هاد المحراب وضع منحرفا، لا راه ما دام زمان هذا محله علم توقيت وذوك الناس اللي عارفين حتى كيطيحوا على هاد الانحراف راه وقع ماشي مبني به ولكن وقع على واحد دورة أرضية واحد الحركة هذا كبير. أما يجي واحد ويقولوا نطيحوا أش نطيحوا الجامع ولا نطيحوا الأعمال دي اللي صلوا فيه الله يهدي نعم والله يقبل من الناس أمين يا رب العالمين. والإنسان من اللي يدير ما بين القبلة واللقلة والقبلة الثانية قبلة شحال عادوا عادوا ثلاثة ما بين المشرقي والمغربي قبلة، ذاك الانحراف لا يضر. واش مثلا كنسمعوا شي بعض الفقهاء يقولوا ودي راه يمكن ذراعين يعني هذه المسافة كلها راه قبلة يعني فيما توجد وهي هذيك ما بين المشرق والمغرب هي هذه وشنو أصحاب؟ ماشي الخط الفاصل هو هذا ملي الإنسان يسرع يديه ماشي هذا بقى خط خر وهذا خط جاب الشمال والمشرق أيه جاب الشمال والجنوب نعم. وهذا جاب المشرق والمغرب راه الإنسان هو في حد ذاته دائرة عدى كل شيء نعم الرسوم ديالها. إذن هذه المساجد اللي بعض المساجد اللي كنسمعوا لها القضية ديال القبلة ديالها نصليو حيث المحراب صافي بلا ما نحرف لا إمام ولا مأمومين علاش؟ ما يمكنش ليا نتكلم في واحد الحاجة اللي غادي يتبنى عليها واحد الشيء لا تحمد عقباه، غادي نسوقوش على الجماعة ونسوقوش على الإمام. ولو دابا بعض الناس مسكين اش كيدير؟ كيجي معاه صلاية فيها ديك كيجيبها معاه من العمرة ولا من الحج لا قبل من الجامع أمين يا رب العالمين ومسكين يحطها في الجامع ما عارف يحطها ما عارف شحال العرض ما عرفت ويقول لي يقول لك القبله لهاد الجهه انتم كتصلوا لهاد الجهه ويصلي لهاد الجهه ولا تقلبت هكا ردوا هكا
مجرد آلة ما عرفت يخدمها وتأي مديونة غير التزيين هذيك صلي باش تباع ما متبوطاش. وخا ما الذي حمله على هذا؟ هو قبل يمشي كان ما يبغيش يصدهك. نهار اللي شاف هذيك نحارف. الله يتوب على الجميع ويرزق توفيقس. والإنسان يكون عاقل قبل يقول، خاصة يوزن الكلمة قبل قولها. نعم. ويشوف شنو غدا تحط لنا ونشوفه راه ناس صلوهنا كنلقاو المسجد عنده مثلا 100 عام 200 3 4 5 6 7 8 شحال مرت الا ضربنا غادي نلقاوها 12 جيل. اي نعم 12 جيل كانت مستقبله هنا ويجي هاد السيد كمال 13 جيل ويعاود مطرق. لا 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 إذا إن شاء الله الصلاة صحيحة. الله يحفظك الله يقبل من الجميع. أمين يا رب العالمين. يا رب بارك الله فيك وخلينا ربي موحدين وما يبقاوش أستاذ هذا المشاكل لأن كتخلق شوية الزعزعة بين الصفوف. دابا داك اللي ناض وقال لداخل منحارف الله يكرمك على هذه. علاش عندنا حنا كنديروا المحراب خارج البناء؟ على قبل الغريب اللي كيدخل عندنا ويدخل فوق غير وقت الأذان ويستدل على القبلة اللي كان عليه الصلاة فين يتوجه. ولهذا كنخرجوا لي المحراب. شكون هذا اللي غادي يقول لي هذا المحراب راه منحارف؟ شافه هنا ما شافش على برا. الله يتقبل. خاصو يكون يعرف. نعم. لماذا المحراب خارج البناء ديالو برا؟ واش فين يوقف الإمام؟ لا 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 كاينة مصلحة أخرى وهي التنبيه الغريب عن القبلة ديال هذا المكان أين هي. يدخل بالزربة يمشي ليه في صلي القبلة. الله يتقبل. تقليد المحارب باش يقلد. نعم. يعرف. نعم. رأى الناس خدموا ليهم ولغيرهم. نعم نعم. أما ذاك اللي جاء بغي غير فكره هذاك لا ليه لا لغيره لا يعملوا برأيه. نعم. نعم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. انتقلوا للسؤال الآخر. سؤال صوتي مرحبا. السلام عليكم. بغيت نطرح واحد السؤال. الله يجزاك بالخير. انا عندي طربيه، يعني عندي طربيه صغيره ما كنقدرش نصلي في الوقت، كتفوت الصلاه بساعه بساعتين حتى كنقدر نعس الطربيه. واش دايزه ليا الصلاه ولا ما دايزاش ليا؟ مرحبا لاله. مرحبا وتسمعي الجواب ان شاء الله. السيده وسيد كتقول عندها تربيه صغيره وشي مره كيتعذر عليها على انها تصلي في الوقت انها خصها تتنعس الوليد وذلك البنيتة. شي مرة قدر مثلا بعد الأذان بساعة شي مرة بساعتين، واش هذا الوقت هذا تعتبر أنه خرجت الصلاة على الوقت ديالها؟ لا، هاد السيدة مشكورة على عنايتها بتربيتها الصغيرة ومحافظتها على صلاتها. فهاد البنية حتى تنعس وتنوض هي توضع وتصلي بعد الأذان. الأذان إعلان بدخول الوقت، إعلام أو إعلان بدخول وقت أداء الصلاة، ويبقى ممتدا إلى وقت الإعلان الثاني. فما دام الإنسان قد أدى في وسط الوقت أو آخره فلم يخرج الصلاة عن وقتها. نعم. فهذه السيدة لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم أول من رأى هذه المصلحة ديال الصبية قال أدخلوا في صلاة الصبح فأسمع الصبية في الحجرات يبكي فأتجوز خوفا من أن تكون أمه خلفي، بس ما يفتنش الأمومة لأنه يعلم ما في قلب الأمومة من رحمة على الطفل الصغير. فالله يتقبل منها تربيتها وصالتها إن شاء الله. غير نعطيو بعض الأمثلة الله يجزيكم بخير تبين لنا. لما قلت الإعلان الأول الإعلان الثاني، الإعلان الأول مثلا احنا ناخذوا مثال ديال الظهر. أي الآخر ديال العصر. غير مثلا أذن الظهر بالنسبة لهذه السائلة. أي أذن الظهر بنيتها ولا الوليد باقي ما نعس. توصل مثلا ثلاثة
نفرضوا الاذان مثلا العصر مع الربعه ونص، هي هي وصلت ديك الربعه عاد نعس لي هذيك الوليد ولا بنيتها وصلت، هي هل صلت في الوقت؟ صلت في الوقت. وامتى نقولوا راه ما بقى خرجت الوقت؟ نعم، امتى يمكن نقولوا على ان هذا الانسان الوقت هذا يخرج بالاذان لغيره؟ عندما يرفع الوقت الاذان للوقت الثاني يخرج الوقت الاول. فمثلا الظهر الى العصر مشى وقت الظهر قبله ولو بقليل مثلا بعشرة ديال الدقائق، راه ظهر في الوقت ديالها، في الوقت ديالها. ياك سيدنا صلى الله عليه وسلم ذكرناه شحال من مره هذا الحديث، نعم، ملي رفع الحرج قال من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ركعه واحده، ايوه. ومن ادرك ركعه من الصبح، دوك المزدحمات مع الغروب والشروق، ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. هذا دوك صاحب الاعذار، هذا ما فاقش، هذا كان علاش لرفع الحرج؟ لان دين الله يسر وليس بعسر، والشريعه السمحه. لماذا سميت سمحه؟ باش ما يكونش فيها الغلو وما يكونش فيها داك التعصب، لان الغلو من ليه اهل الكتاب غلو ونهاهم الله قال لا تغلو في دينكم غير الحق، لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. فالتربية ديال الأبناء خصوصا الأمومة، من اللي سيدنا صلى الله عليه وسلم يبغي يطول في الصورة شوية، كيبدا يخفف في الصورة وفي الركوع وفي السجود، في اعتدال، في استقامة، ماشي ضياع. نعم أستاذ. ولاش حق قلب الأم، لأنها بعد ما تسمع ولدها ساري يبكي غادي يمشي لها الخشوع. نعم. هادو دوك ديال احنا الخير في الكل، ولكن المعلم الاول والمرشد الاول والشارع الاول هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم استاذ. ننتقل الى سؤال اخر. سي عادل النباكي من العطاويه يقول: لم اصلي يوما كاملا لانني كنت على جنابه، فهل يجب علي قضاء ذلك اليوم؟ شكرا لهذا السائل الكريم على هذا السؤال الذي يتعلق بالجميع. قال نهار كامل عليه الجنابة ما صلاش، واش يقضي هذا اليوم ولا لا؟ اليوم يقضيه إن شاء الله، ولكن في القابل من الأيام ما يبقاش يدير هذه. إذا كان جنوبا فليتيمم وليصلي الصلاة في وقتها، فما دام عنده المفتاح ما يسدش على راسه الباب، يقضي هذا النهار اللي كيتسال ويقضيه، ما يخليش ضيع، ما يخليش على رقبته. نعم. ولكن المرة الأخرى ما بقيش يدير بحالك، عنده الرخصة اللي هي التيمم، إلا ما لقاش الماء ولا ما استطعش، خاف من الماء، خاف من البرودة، الله اعلم الضرر موجود لخوف ضرين. راه سيدي عبد الواحد قدم الضر على عدم الماء، على عدم الماء، قدم الضر على عدم الماء. يتيمم، يتعلم يتيمم باش يصلي كل وقت في وقته، والله يقبل منه ومنه. شكرا له على هذا، ولكن فليستمع وليفعل ما بعد السؤال وينتهي عما كان قبل سؤال، وهو تضيع الأوقات الخمسة. إذن أمر يسير أستاذ، غير هذه القضية اللي ذكرتوا لنا على أنه هذه ما كنتبهوش لها، شي مرة كيصبح الإنسان شي حالة ديال الجنابة وكي البرد، هل ما موجود؟ شي مرة كيكون أستاذ الماء موجود وكاين فيه سخ الماء، ولكن ما نقدرش نحيد حويجي باش نغتسل، يعني البرد في الأيام اللي كتكون باردة جدا، فهنا يمكن لي نتيمم ونصلي. إيه، لأن سيدي عبد الواحد ما قالش فصلوا لي ضرين، قال لي خوفي. رخص يكون الإنسان من اللي يسمع يقدر القول، قال فصلوا لي خوفي ضرين، ولم يقل فصلوا لي ضرين، خوف الضرر.
فيه التوهم فيه فيه فيه. نعم. قال فصل لخوف ضرهم من الماء، هو موجود ولكن مضر به لبرودته أو لعدم قدرة مسه، أو إذا مسه في يوم بارد سيؤولوا سخنوا ما بين حطان الحويج والبوسم، غادي يوقع ما يوقع. هذا هو الخوف، كله كيدخل في الخوف. أيوة هذا هو الخوف، وينتقل الإنسان إلى التيمم. أيوة وما يخليش يبقاش النهار كامل ما يصليش حيث ما عنديش باش نغتسل. علاش هو جاب السبب الأول الناقل إلى التيمم؟ هو الخوف، هو الخوف من الضرر، ياك من حدوث الضرر أو دوامه إن كان موجودا. نعم. إما أن يحدث وإما أن يستمر بسبب الغسل بالماء. نعم. وشوف وقدم الخوف للأمن على النفس. نعم. وما كان مشي كان توضى أستاذ بك مشي كان توضى الوضوء الصغير، وإنما ننتقل للتيمم. دابا الإنسان على جنابة في الحالة هذه وما قدرش يستعمل الماء لسبب من أسباب الأسباب الأسباب الشرعية، ما كيتوضاش كيمشي للتيمم. يمشي للتيمم. أيش بارك الله فيكم. سهل بسيط، سهل بس الحمد لله. نعم. تيسير دائما في هذه الشريعه الاسلاميه. نعم. الغراء. بارك الله فيكم استاذين. تقولوا السؤال اخر من الاسئله الصوتيه. مرحبا. بغيت نقول لك سؤال. احنا كنكونوا خدامين في الخدمه وما كنصليوش الوقت في الوقت ديالها، حتى كنخرجوا من الخدمه اللي كنصلي، واش يجوز ولا يجوز؟ الامور الخدمه ما كيخليناش نصليو. مرحبا مرحبا سيدي، تسمع الجواب ان شاء الله. السائل الاستاذ يقول على انهم تيكونوا في الخدمه في العمل والمشرف على العمل اللي كيشتغلوا فيه ما كيسمح لهمش انهم يصليوا صلوات داخل الوقت ديالها، حتى كيساليو عاد كيصليوا، هل عليهم حرج في ذلك؟ اذا كانوا مثلا يخرجوا بعد العصر يديروا جمع الظهر والعصر جمع التأخير، كان يدخلوا مع الجوج مثلا يصلوا الظهر والعصر جمع تقديم ويهربوا كاع من هادشي ويخليو رب الأعمال بخاطرو ويكون ونفوسهم يخليها طيب يخليوها بخاطرها ويكونوا أدوا الأمانة المحمولة من رب الأعمال والأمانة المحمولة من رب العزة. لأنه قال وحملها الإنسان، لأن الإنسان حمل أمانات، حمل أمانة الصلاة وحمل أمانة العمل عند رب العمل. ترى رب العمل ملي كيدخل الخدام راه كيأتمنوا العمل، هو هذاك ملتزم بالأداء في الإنتاج وهذاك ملتزم بالأداء في الأجر باش نربحوا كاملين. الساعة اللي فاش غادي يكون عندنا صدق في العمل راه غادي يهدي الله، حتى رب الأعمال غادي ينوض ويعطينا واحد الوقيت، وهذيك الساعة غادي نقولوا ليه زيدنا 10 دقائق في الوقت مقابل الصلاة ومزيان. يعني كاين حلول الحمد لله كثيرة. كاين كثير، ولكن إن تنقدموا الحلول خاصنا نقدموها بالثقة. نعم. شكون اللي غادي يجيب الحلول؟ غادي يجيبها الإيمان. تشوف واحد دائما كان ملي يمشي يخدم كيتفقوا على الأعمال. نعم. كيقول رب الأعمال معاش غادي نخرج، كيقول له غتخرج مع 6، كيقول لي اعطيني 6 وربع، كيقول لي علاش غادي نزيد عليك ربع ساعة، كيقول لي كيجيني العصر في وقت الخدمة. نتفقوا عليه من دابا راه ربع ساعة زيدوا أنا من بعد 6 باش ما تتبعني ما نتبعك. يعني هذا يا سيدي كأنك حضرت عليها وأقرب المقربين إلينا. يعني مخصوص يضيع ذكر رب العمل في ذكر 4 ساعة. لا، باغي يمشي ذكر 4 ساعة يمشي يصلي فيها العصر ديالو، ولما يسالي في 6 يزيد ذكر 4 ساعة ويعاودها. أبقى ذاك رب العمل تعاد كل شيء كيصلي في الوقت وهو اللي كيصلي بهم، ما بقاش هذيك ربع ساعة. كيقول لهم حنا تابعين عمل الدنيا وناسين عمل الآخرة،
اللي هو اللي غادي يعطينا هذه المساله ديال البركه في الاعمال. نعم. راه بقات فين بقى الخير؟ راه في البركه. اللي بارك ليه الله في رزقه راه هو لو يكون كاس ديال الماء راه كيشبعو ويغديه، واللي نزعت البركه راه ياكل هك وهك ويبقى ياكل ما يشبعش. الله يرزقنا واياكم البركه. امين يا رب العالمين. اذا يمكن لهم استاذ يجمعوا جمع تقديم او جمع تاخير على حسب الظروف ديال الدخول والخروج، يجيب الله الحل. وكاين هذه الامكانيه اخرى لهذا الاقتراح حتى هو انهم يتفقوا مع السيد اللي خدامين عنده، حنا نزيدوا مثلا واحد ربع ساعه وعطينا نصليو فيها، يعني حقوق كلها تأدى، حقوق الله وحقوق العباد. نديروا هذيك ربع ساعه باش ما يخافش، نسجلوها مقابل صلاه العصر، نسجلوها معا. نعم باش ما يخافش على الزياده عليها. نعم. علاش؟ يعني يقول لك ربما واحد لقيته تحتاج عليه يقول لي راه نزيد ربع ساعه. ايوه نطمئنه. اييه ونكتبوا. نعم لان المدوان صاحبه لا يخون. نعم المدوان صاحبه لا يخون وما عيبش. ان هذه مساله داخله في واحد غادي يقول وعلاش انا العباده نشري لي وقتها؟ العباده راه واش غادي نقد نأدي بها الوقت؟ لا، الادب اللي كنقابل فيه سيدي ربي تأدبت مع ذاك السيد اللي انا خدام عنده. وسلام. بارك الله فيكم استاذي. وننتقل الى اخر سؤال، اخر سؤال في هذه الحلقه. الزاهيه من مدينه الدار البيضاء تقول: امي لم تكن تصلي بل حتى الصوم توقفت عنه في السنوات الاخيره من عمرها ولم تخرج الفديه، فماذا يمكننا فعله من اجلها؟ كاش كتصلي وفي الاخر حتى الصوم وقاش كتصوم؟ الاولى الله يتقبلها برحمته، هذا الدعاء الاول، لانها ماتت والصلاه حتى واحد ما كينوب على واحد فيها. الصوم في اخر الايام غادي يكون ثاني الوقت، هي كانت تصوم ولكن ما كانت تصلي، الله يقبلها برحمته ويتجاوز عليها في اللي ضيعت، وتكون الخاتمة ديالها كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله يقبلها بالرحمة، ولكن الوليدات ديالها اجتهدوا لها في الدعاء في الاستغفار دائما. ربي علمنا الاستغفار لنا والوالدين. لما قال ربي اغفر لي ولوالدي، شوف ديما الفرع والأصل. نعم. وللمؤمنين والمؤمنات، الأفضل والتطوع، الأفضل والتطوع في الدعاء. يعني الأصل بعدك الفرع والمال والأصل، وعاد التطوع للمجتمع، للمجتمع وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا نص أصلي وقطعي الدلالة، قطعي التوبوت قرآن. نعم القرآن كلام الله. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي حتى الضيف مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. غير هذه تعطينا نضلوا نطلبوا لينا والوالدين. إلى جمعنا نقول تعالوا الناس هذوك اللي خلونا، تعالوا نتفقدوهم، تعالوا نتفقدوا نفوسنا، نتعرضوا لرحمة ربي. نعم. نطلبوها لينا هي الأولى، وهذا نطلبوها لأصولنا، ومن أصولنا نشوفوا لدوك الناس، لأن ذاك الضيف اللي كيجي راه فيه الأصدقاء. علاش؟ حتى ذاك اللي قال يا رسول الله والدي ماتا ماذا بقي علي من برهما؟ قال لي أن تصلي عليهما، يعني تستغفر لهم تدعو لهم وتصل الرحم التي لا توصل إلا بهما وتبرى صديقهما. نعم. صلى الله عليه وعلى صلى الله وسلم على سيدنا محمد. إذا بالنسبة لهذه السيدة هذه الصلاة ما يصليوش ليها، وكذلك الصوم اللي ما صمتوش في آخر العمر ديالها كذلك ما يصوموش ليها. كيبقى السؤال أستاذ ديال الفدية، واش يمكن لهم يخرجوا الفدية على ديك الأيام اللي فطرتها ولا لا؟
هي يكثروا لها من الدعاء والصدقة عليها سواء هذيك الصدقة اللي كيعطيو إطعام دعاء مثلا كسوة ممكن كله كيندرج في كل خيرين ينفعوها ينفع الحي ينفع الميت. نعم أستاذ بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي العوني بن محمد الزاوية، أذكر أنكم عضو المجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرات ملا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام مشاهداتنا الكريمات، الشكر أيضا موصول للفريق التقني الساهري على إخراجه وإنجاز هذه الحلقة من برنامج سألناك، نلتقي بإذن الله عز وجل ومشيئته في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.